نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن برقين، هي احدى القرى التابعه لمركز السنبلاوين دقهليه. عدد السكان حسب 2006 7870 نسمه، منهم 3952 رجل زائد 3918 امراه. من اعلام برقين احمد لطفي السيد، احد رواد التنوير في مصر. هذه قرية برقين، وهي من القرى القديمة حيث وردت باسم برقين في أعمال الشرقية ضمن قرى الروق الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين. وفي سنة 1228 هجرية 1813 ميلادية، يبقى سنة 1228 هجرية 1813 ميلادية، تم عد قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا، وسميت هذه باسم برقين ضمن قرى مديرية الدقهلية. من رواد قرية برقين أحمد لطفي السيد، وأهم مؤلفاته صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية، تأملات المنتخبات، تأملات في الفلسفة والأداب والسياسة والاجتماع. الأستاذ أحمد لطفي السيد ابن برقين ترجم عدة مؤلفات لأرسطو، منها علم الأخلاق، علم الطبيعة والسياسة، وكتب مذكراته بعنوان قصة حياتي. وكان أحمد لطفي السيد وراء حملة التبرعات الخاصة بإنشاء أول جامعة أهلية في مصر 1908، والتي سميت الجامعة المصرية، والتي تحولت في عام 1928 إلى جامعة حكومية تحت اسم جامعة فؤاد الأول، والتي سميت جامعة القاهرة فيما بعد. دعي أحمد لطفي السيد إلى استعمال اللغة العامية المصرية بدلا من الفصحى. قام بتأسيس حزب الأمة عام 1907، وهو صاحب شعار مصر للمصريين. ابن برقين أستاذ الجيل وأبو الليبرالية المصرية أحمد لطفي السيد، من مواليد 15 يناير 1872 مسقط رأسه يا قرية برقين، توفى في 5 مارس 1963، وهو واحد من أبرز المثقفين المصريين في القرن العشرين. أحمد لطفي السيد رائد من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر، عمل وزيرا للمعارف. وعن أحمد لطفي السيد قال عباس العقاد أنه بحق أفلاطون مصر، وهو مفكر وسياسي مصري وصحفي. تخرج من مدرسة الحقوق 1894، تعرف أثناء دراسته على الإمام محمد عبده وتأثر بأفكاره، كما تأثر بملازمة جمال الدين الأفغاني في اسطنبول. الأستاذ أحمد لطفي السيد قام بقراءة كتاب أرسطو أو قرأ كتب أرسطو ونقل بعضها إلى العربية. أحمد لطفي السيد عمل وزيرا للمعارف، ثم وزيرا للخارجية، ثم نائب لرئيس الوزراء في وزارة إسماعيل صدقي، وعمل نائبا في مجلس الشيوخ المصري. هذا هو أحمد لطفي السيد ابن برقين. وعمل رئيسا لمجمع اللغة العربية، عمل رئيسا لدار الكتب المصرية، ومديرا للجامعة المصرية، أسس عدد من المجامع اللغوية. قرية برقين هي تتبع الوحدة المحلية ببرقين، العزب التابعة عزبة درمش، عزبة مظهر الشرقية، عزبة مظهر الغربية،
عزبة الحلفة، عزبة وهبة، عزبة عبد الحليم عاصم، عزبة سليمان أفندي، العزبة الشرقية، عزبة سيد بيك، عزبة هارون، عزبة القضبة، عزبة الصافوري. طبعا عزبة الشرقي والسيد بيك وهارون والصافوري ده بتتبع ترانيس العرب، أما برقين بتتبع عزبة درمش، عزبة مظهر الشرقية، عزبة مظهر الغربية، عزبة الحلفة، عزبة وهبة، عزبة عبد الحليم عاصم، عزبة سليمان أفندي. وهذه محطة قطار برقين. دائما القطار السريع يقف بها. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. شكرا.